ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. هنبدا دلوقتي في الاكسترا تايم، يلا بينا. احنا دلوقتي هنعمل سلطه اللوبيا اللي بعين سودا. ده شكلها يعني الصغيرين بقى اللي لسه الجيل اللي ما بيحبهاش بقى ويقول يع والحاجات دي. هي طبعا مفيده جدا ومن الحاجات القديمه اللي يعني كل البيوت القديمه عارفاها اكيد، وكل اصدقائنا اكيد عارفينها. هنعمل منها سلطه حلوه، يعني هي ممكن تتعمل في كذا حاجه غير الطهي، وينفع نحطها مع طواجن مثلا. يعني انا دلوقتي لو هعمل طاجن تورلي مثلا، ليه ما احطش شويه اللوبيا معاهم، ناخد فايدتهم والولاد يتعودوا على طعمها في اكتر من شكل. ممكن اعمل فطاير تبقى بالخضار للناس الفيجيتيريين او الناس النباتيين، فننفع ندخلها مع بعض الحشوات. نقدر نعملها كوصفه لوحدها باللحمه وخضار ني في ني علشان يتاكل يبقى صحي. انا النهارده هعملها سلطه، تعالوا نشوف احنا هنضيف لها ايه. حاجات كلها ان شاء الله موجوده عندنا في البيت. عندي لسلطه اللوبيا، سلطه اللوبيا عندي لوبيا طبعا مسلوقه، بنقيها وبعدين بس يعني بغسلها كويس. انقعوا البقوليات شويه، ممكن تاخد لها ساعه مثلا، وبعدين غيروا ميتها وابداوا بقى ايه اسلقوها. انا سلقتها حطيت معاها معلقه زيت، حطيت معاها رشه كمون حب علشان تديها نكهه حلوه. انا هعملها سلطه، مش هحطها في حاجه ثانيه، عشان كده اديتها الكمون لاني هضيف من ضمن مكونات السلطه الكمون. عندي كوبايه او كوبايتين من اللوبيا المسلوقه، طماطم متقطعه مكعبات مخليه من البزر، عندي فلفل اخضر مكعبات او فلفل الوان زي ما حضراتكم تحبوا، كزبره خضراء، ثوم مفروم، ذره من الذره الحلوه اسفه، عصير ليمون، كمون وملح وفلفل وزيت زيتون. انا هاخد بوله كده من دول، بسم الله، و هاخد كده ايه ممكن الوسك هنا. خليني بقى ايه اخد الملح والفلفل هنا جنبي وعصير الليمون. هاخد كده شويه ملح مش كتير، رشه فلفل مش كتيره برضو، والكمون. بسم الله، هنحط عصير الليمون. لا عايز يضيف معلقه خل، ماشي. هقلب بس تقليبه كده، وانا بقلب هنزل بيه زيت الزيتون. كده، وبعدين هبدا اضيف المكونات بتاعتي. عندي طبعا لو في بصل اخضر، انا هنا حاطه بصل اخضر، حطوه اول حاجه عشان الناس تتضايق من طعمه، يبقى في الزيت الاول وفي التتبيله. بصل احمر ماشي، ممكن ده وده، وممكن حاجه واحده منهم، او مش عايزين بصل خالص مفيش مشكله. عندي طماطم، عندي شويه من الكزبره، الخضروات بقى الحلوه اللي حضراتكم بتحبوها، الخضره الجميله بتاعتنا بقدونس، كزبره كده، عندي ذره حلوه، وعندي طبعا اللوبيا. هاخد بقى كده معلقه كبيره، انزل شويه باللوبيا المسلوقه. اللوبيا لما نسلقها ما تخلوهاش مسلوقه 100%، يعني هسلقها حوالي 80% وهسيبها، مش هشطفها، هطلعها صفيها واسيبها زي ما هي تفضل سخنه، لان هي بتكمل سواها بعد كده. خليني بس اخد كده معلقتين، بسم الله. معانا ام جوزيف، يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا شيف عظيمه. اهلا وسهلا ام جوزيف، عامله ايه؟ يا قلب عامله ايه؟ الحمد لله بخير يا حبيبه قلبي، بخير. ربنا يخليكي وتسلم ايديكي، الحلقه جميله النهارده تحفه. تسلمي يا روح قلبي، تسلمي حبيبتي، ومبروك للاهل طبعا. الله يبارك في عمرك يا رب، تسلمي لي. استنى الفرحه الثانيه ان شاء الله، ربنا ان شاء الله يكون معايا يا رب. يا رب باذن الله، باذن الله حبيبه قلبي بدعواتكم. احنا بنحبه طبعا وحبينا القناه اكثر من وجودك فيها يا قلبي. يا رب يخليكي حبيبتي، تسلمي كل ذوق يا ام جوزيف، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. بص بقى ليا سؤالين يا رب يخليكي. اموري. الامر لله وحده. قول. بصي، عيش التورتيلا ينفع يتنشف ويتعمل زي الرقاق؟ ينفع، ليه لا؟ طيب هو بس بصي، في نوعين من التورتيلا. التورتيلا اللي بيتعمل بيتخبز وناس بتبيعه ده كويس ينفع. التورتيلا المستورد اللي بيشتروه من السوبر ماركت مش يعني هيبقى مبلول عامل زي العيش المبلول، هتلاقيه طري قوي. لكن ينفع. قولي لي السؤال التاني. طيب
طيب الشاورما الفريخ، يا رب يخليكي من عينيا. لو هي فراخ، لو فراخ بايته مثلا وعايزين نعملها بتعمليها اه تنفع ليه لا يعني؟ اه طبعا تنفع. تتقطع الفراخ المسلوقه دي وتتعمل طبعا وتحط لها كل التوابل تاني، وافضل بقى عشان تديكي الطعم بتاع بره جيبي كيس التوابل اللي هو بتاع شاورما الفراخ. ضيفيه اول حاجه على الفراخ وشوحيها هي الاول مع بصلايه بسيطه كده، وبعد كده ضيفي كل اللي انت عايزه تضيفيه. طيب اسمحوا لي بقى دلوقتي انا هقدم طبعا السلطه بتاعتي، هطلع لاستراحه ونرجع بعد الاستراحه نستكمل مع بعض باقي فقراتنا، مستنيه حضراتكم.